بليغ حمدي، وانا عارف حجم ولعك ببليغ. ايوه بليغ حمدي عمل ايه في المزيكا؟ انت قلت امل مصر في الموسيقى وما يزال، وعايز اقول لك ملاحظه ان كلمه امل اللي قال امل مصر في الموسيقى مش عبد الحليم، عبد الحليم مقتبس التعبير وناس كتير هو اتشهر باسم عبد الحليم، يعني يقول لك عبد الحليم قال عن بليغ امل مصر في الموسيقى. الاصل التعبير من عند الاستاذ كامل الشناوي الشاعر الكبير. يا خبر وهم الاثنين كانوا تلاميذ كامل الشناوي، كامل البي ده كان حاجه كبيره قوي، كان متبنيهم الاثنين دول كانوا من شله كامل الشناوي، كان متبني بليغ وهو اللي قال عليه امل مصر في الموسيقى. عبد الحليم سمع التعبير عجبه وقاله على المسرح، فبس هو الاصل الحقيقه للاستاذ كامل. الاستاذ كامل عايز اقول لك حاجه، يعني صديقنا الدكتور عصام الشماع له تعبير جميل عن بليغ حمدي، يقول لك ده الراجل اللي خلص المزيكا، بمعنى عمل كل حاجه في المزيكا، ما سابش لحد بعديه يعمل حاجه فيها، عمل الغنى الرومانسي والوطني والديني، عمل سينما ومسرح، عمل كل حاجه في المزيكا، فما سابش لحد يعمل حاجه بعديه، فهو يقول لك الراجل اللي خلص المزيكا.